اتفضل يا استاذ محمود كمل ارقامك. نكمل العظيمة. بعض الاحصائيات بعد كده نخش بقى على حالات سريعا. نشوف الاحصائيه بتاعه اللاعبين الاكثر استخلاصا للكوره او اكثر لعيبه عملت تاكل او اكثر لعيبه ان هي قطعت الكور. محمد شكري لاعب نادي سيراميكا كليوباترا بست استخلاصات، بعديه خالد رضا على طول بست استخلاصات. بعد كده محمد شكري بس ايه يا محمد شكري الاهلي لحد اخر فتره الانتقالات كان بيحاول يدفع انه يجيب محمد شكري. طب عاوز اقول لك على حاجه غريبه، اكتر واحد عامل اوفرات في الجوله الاولى مارسي كولر رفض. شيء كان بالنسبه لي غريب جدا، بس جايز مارسي كولر شايف حاجه يعني، هو اكيد شايف حاجه معينه، فده اللي هنشوفه مع الاهلي. بس انا عايز اقول لك شكر ان النادي الاهلي هيحس بازمه الظهير الايسر مش دلوقتي، نص الموسم مع وقت الموسم اللي انت بتتكلم الموسم ده في اكتر من 70 ماتش هيتلعبوا. فلما تلعب علي معلول هل هيقدر يلعب كميه الماتشات دي؟ كريم الدبيس لسه في المركز ده برضه، لسه لاعب صاعد مستواه بيتطور، لكن هل هو الظهير الايسر اللي ممكن تعتمد عليه في الاوقات اللي لابد فيها بوجود ظهير ايسر؟ وجود ظهير ايسر مع علي معلول، لان انت علي معلول مش هيقدر يديك 70 مباراه في الموسم، لان الاهلي لو كمل في البطولات بقى افريقيا في دوري البطولات كتير جدا. فعلي معلول مع تقدم في السن شفنا حتى في ماتش اتحاد العاصمه ما بقاش الراجل قادر فنيا ان هو يروح ويجي زي الاول. طيب فهي دي الفكرة. نكمل يلا بينا نخش، احنا كده قلنا على الاكتر اللاعبين استخلاصا للكوره. نشوف الاحصائيه اللي بعدها، اكتر اللاعبين مراوغه يعني عملوا مراوغات صحيحه. صديق اجوله ثلاث مراوغات، بعديه محمد الصباحي بثلاث مغارات، بعديه امام عاشور بثلاث مراوغات صحيحه. كان امام عاشور عمل خمسه نجح في منهم في ثلاثه. ده الاحصائيه بتاعه المراوغات. لعيب كويس قوي صديق اجوله. طبعا طبعا صديق اجوله لعيب من اللعيبه الاهلي وليه تاريخ كبير في الدوري المصري. نشوف الاحصائيه اللي بعدها على طول قبل ما نخش بقى على الفيديوهات سريعا. ده اكتر لاعبين عملوا تمريرات صحيحه في الجوله الاولى، رقم كبير جدا 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 من سعيد وسمبوريه، 79 تمريره صحيحه، ملك الميمز. رقم كبير جدا جدا. بعديه ليه على طول مهند لاشين 65 تمريره في مباراه الزمالك وبيراميدز، بعديه ايمن اشرف اللي كان جزء كبير جدا من الطلوع بالكوره، واكيد انتدابه للبنك الاهلي عشان ايمن اشرف مميز جدا في الخروج بالكوره من تحت. فكان الرقم اللي بالنسبه لي غريب انه سعيد سمبوريه 79 باص صحيح في الجوله الاولى. نشوف الاحصائيه اللي بعدها ونبدا بقى نتكلم على اكتر لاعبين اضاعوا فرص محققه. كريم وجايبهم لك وجايب لك سالم ضيع واحده في الاول. سالم محمد سالم ضيع كورتين ما يضيعوش في مباراه المقاولين العرب، وعلى طول بعديه مودست اللي ظهوره ما كانش افضل شيء مع النادي الاهلي.